انت مين؟ انا الخنوخ. نغنغ مين؟ انت القطر. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقين انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. انا هرسوا. انت ما بتهزرش ده. دخلتني اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرد دفشة تفرول. دفشة خليك معايا. طيب بقى يوسف ابنك فين؟ بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من أصله. هو شايف فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. أنا ابني مش كذاب. في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبة الخضرة اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالب في كلية الشرطة ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعقلي؟ هذا حد؟ لا لا بتزعقلي؟ لا لا. بتزعقلي؟ هو البراد فين؟ عندك عرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه؟ البنت دي مين؟ دي ورقة بيضة. دي 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 واحدة كده خطيبته يعني زي ما تقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ قليل يا باشا قليل ابو العطاشة. يا باشا افتح. اتس ماي فريند سفينة. وعشني 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 يا ابن عمي. وعشني والله. وعشني يا ابن عمي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مالك ابن عم؟ ايه ده؟ انت بتعيط لي؟ في حاجه وقعت منك؟ ايه ده ايه ده؟ اصلا انا كنت فاكر نفسي بحلم يا سفينه. بس انا انا متاكد دلوقتي ان انا مش بحلم. يا باشا مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم حاجه. تعالى تعالى فاهم. تعالى يا باشا تعالى. وفي ايه؟ مالك بتعيط لي يا باشا؟ ما تحكي لي. انا مال فريندك صاحبك احكي لي. سفينه سفينه انا في مصيبه مش عارف اخرج منها ازاي. مصيبه لا سمح الله. احكي لي يا باشا. شايف الشنطه دي؟ مالها؟ افتحها. عامل لي مفاجاه صح؟ افتحها يا عسل افتحها. الله 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 على الحركات يا باشا. الله سلم عليك. دي عشان التدريب. ها تروح انت ماسك المسدس وانت اساس في النشال. فخ فخ تروح ضرب. بس استاذ وتامن بالله راس حقيقيه بالظبط. ما هي حقيقيه. والله العظيم حقيقيه. وجت معايا غلط من مصر. مصر؟ يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ يا بال يا بال ما ولا يا ابص ايدك يا سفينه. ايه ده؟ 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 انت تتأخرت يا لا ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه. ده حاج احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش ما اعرفش. هتسأل عليه في الكليه وتريحنا. سألت في الكلية قالوا لي مفيش اسم كده. اخرس! أنا ابني مقاعد في الكلية طالب برتبة عريف. بجد يا عمي؟ طبعاً! تقرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا؟ أنا قلت اللي عندي. حلو أوي.
دبشة! جاهز يا ريس. ثبت راسك. اه في ايه؟ ثبت راسك. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانه اللي على دماغها انا هالة. انت ادرى يا كريم يا رب. لا ولا سفينة اصحى ابوس ايدك ما تخليهاش مصيبتين ابوس ايدك اصحى سفينة سفينة ايه يا باشا ما تخافش لا غايب ما تبص لهاش خالص اهدى انا هفهمك كل حاجة اهدى بالراحة اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطة دي مش بتاعتي ولا بتاعتي والمصعب انا عارف انا عارف انها مش بتاعتك ركز بس انا هفهمك كل حاجة الشنطة دي جات معايا غلط من مصر مصر انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه انا مالك انا مالك البوليس يا باشا محدش هيصدق هو انت مش بوليس لا انا مش بوليس لا يا باشا فهمني ايه يعني ايه اما انا اللي بوليس لا هفهمك فهمني هفهمك قلت هفهمك بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه ايه انت مش يوسف وربنا يوسف والله العظيم يوسف لا يعني انا هكدب عليك بعد العمر ده قول والله العظيم انت ما يوسف يا ابني يوسف يا عم افتح لي الفندق اهدى يا عم افتح لي سيب شقه ابص ايدك اهدى يا عم يا سفينه ما تفتح نارك يا ما تفتح نارك يا عم يا ابني ولا يا ابني ولا يا ابني خليك كده